السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه ال 15 من بي تريبل ام بي، ولسه في تاني ام مولد. اتعرفنا على الستاندرد مولد وعرفنا اساسيات تكوين القوالب، وعرفنا الستريبر بليت مولد قالب طرد البليتا، والسلايد مولد، وتقدر تراجع لينك الحلقات اللي فاتت من البوست. النهارده هنتعرف على السبليت كافيتي مولد، وبالعربي قالب بزلاق برضه، بس الفرق اللي بينه وبين القالب اللي بزلاق اللي في الحلقه اللي فاتت ان السبليت كافيتي معناها ان النتايه نفسها منفصله زي التكييف السبليت كده اللي بيبقى وحده التبريد منفصله عن الموتور، فكلمه سبليت يعني منفصل. فهنا في الحاله دي ان النتايه اساسا مكونه على مجموعه من الزلاقات منفصله تماما، فبالتالي بنحتاج نقسم التشكيل على اكتر من زلاق. خلينا نشوف فيديو سريع يوضح فكره السبليت كافيتي وازاي التشكيل اساسا بيبقى مبني على الزلاقات. زي ما احنا شايفين النتايه عندنا باللون الابيض والذكر باللون الاخضر، وبعد كده عندنا الزلاقات في النص. مجرد ما تبتدي تتفتح يبان التشكيل الجانبي بتاع المنتج بتاعي. يبقى انا في الحاله دي عندي التشكيل مقسوم ما بين الذكر وتشكيلات جانبيه موجوده في الزلاقات. في الحاله دي طبعا بحتاج اعمل ميكانيزم يتحرك بشكل عمودي على الاسطمبه، يقفل اثناء قفل الاسطمبه ويفتح بعد ما الاسطمبه تفتح وقبل عمليه الطرد. المره اللي فاتت اتكلمنا على ان اللي بيحرك الزلاق حاجه من ثلاثه، يا بيستم هيدروليك يا بيستم هواء يا بنوز مايله. انما في الحاله دي الزلاقات بتبقى حجمها كبير، مش مجرد بقى فتحه جانبيه او بتاع، لكن ده زلاق كبير فيه تشكيل، فبالتالي بنستبعد فكره بساتم الهواء لانها بتكون ضعيفه انها تشيل الحمل ده. فبيبقى يا اما عندي حركه ميكانيكيه من البنوز المايله او بساتم زيت. من المنتجات المشهوره في اسطمبات السبليت كافيتي الشفشق. فالشفشق تشكيله الاساسي في الذكر وفي الجناب بتاعته، فبالتالي بحتاج اعمل فكره السبليت كافيتي عشان التشكيلات الجانبيه وعشان تشكيل اليد بتاعته. خلينا نشوف الفيديو ده. اسطمبه شفشق ليها الزلاقات بتاعتها بتتحرك بشكل ميكانيكي زي ما احنا شايفين. عشان اقدر اعمل التشكيلات الجانبيه دي محتاج اقسمها على جزئين، اثناء القفل يدخلوا يعملوا التشكيل بتاعي وقت الحقن، وبعد كده وقت الفتح يفتحوا عشان طرد المنتج. شوف ازاي الحركه الميكانيكيه اثناء قفل الاسطمبه تلم الزلاقات لجوه، واثناء الفتح تفتح تاني. وكمان من المنتجات المشهوره قوي في السبليت كافيتي منتج زي السبت او البرنيكه زي ما بعض الناس بتقول عليه. المنتج ده مش بس النتايه بتبقى على زلاقين، لا ده بتبقى متشكله على اربع زلاقات اللي هي بتمثل الاربع جوانب بتاعت السبت. نشوف فيديو يوضح فكره الاسطمبه دي. هنا عندنا الحركه بتتم عن طريق بساتم هيدروليك. شوف ازاي بعد فتح الزلاقات بساتم الهيدروليك تفتح الزلاقات عشان يطلع المنتج في الذكر. وبعد الطرد ترجع تاني وتبدأ دورة جديدة. ايه مشكلة النوع ده من القوالب؟ طبعا عشان انا بيبقى عندي زلاقات حجمها كبير وبتطلع وتدخل مع كل حقنة، فبيبقى عندك احتكاك ميكانيكي ما بين الزلاقات وبعضها وما بين الزلاقات والذكر. الاحتكاك ده بينتج عنه تآكل، فلو الاسطمبات دي مش معمولة من خامة صلب جيدة على الاقل تبقى المستوى الثالث، هيحصل تآكل سريع وتريش وتبوظ الاسطمبه بشكل سريع. وعشان تعرف الفرق بين الخمس مستويات لصلب الاسطمبات هتلاقي لينك الحلقه بتاعتهم في اللينكات تحت. تاني مشكله بتبقى في تنفيذ النوع ده من الاسطمبات. الحقيقه احنا عندنا ثقافه مش صحيحه، اللي بيعمل اسطمبات يقدر يعمل اي نوع من الاسطمبات، وده مش صحيح. كل حد بيبقى متخصص في نوع معين من الاسطمبات. وعشان تتاكد من الحكايه دي قبل ما تنفذ اسطمبه من النوع ده اتاكد ان اللي بتنفذ عنده الاسطمبه دي عمل زيها او شبهها. حتى لو مثلا هتعمل اسطمبه سبت اتاكد ان المصنع اللي بتنفذ معاه اسطمبه السبت دي عمل اسطمبات تانية حتى لو باحجام او اشكال مختلفه او موديلات مختلفه،
لو هتعمل اسطمبه شفشه اتاكد ان المصنع اللي بتنفذ معاه اسطمبه الشفشه دي عمل اسطمبات تانيه من موديلات تانيه بس بنفس الفكره، لان الحقيقه ممكن تلاقي واحد بيعمل اسطمبات كويسه وبيعمل اسطمبات بزلقات كويسه لكن ما يقدرش يعمل اسطمبات سبليت كافيتي كويسه لانها بتبقى محتاجه ضبط بشكل مختلف. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقه السبليت كافيتي مولد، وان شاء الله انتظرونا في الحلقه الجايه واسطمبه تانيه، والسلام عليكم.